أعزائي متابعين قناة ديزادويك، مرحبا بكم. الآن رانا في نهج بورصاص نوار، هذه منطقة سوخ قديمة، مدينة قديمة. هنا رانا في امباس بن شريف أو ممر بن شريف أو بالدرجة درب بن شريف، نعرفكم بهذا المكان، مكان قديم. العفو والغفران نسأل، آه يا مالك الملوك يا الله يا رحمن. قسنطينة، شوف الباب كيف بوابة، هذه الداخل، هذه البيوت. في داخلي هنا كبير، وهذه المعروفة بالدار الصغيرة، بيت بن طوبال. السلام عليكم، هذه بيت بن طوبال. وسط الدار هنا ساحة الفيناء. ها ياسين، صح يا سمية، صحيح. نشاهدوا هذو السكان الفوق، كل طبق فيها في العائلات، يعني مأهولة بالسكان. ان شاء الله يا رب ربي، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وحنا اللي خدمنا عبيد ولادنا، تما برك اللي نصلي فيها خير من اللي انا بقول شنو حايد في دار بن باديس. راح كل عام الشيء اللي نخدمه مختلف الرخام فيهم. هذا يقول وسط الدار، وسط الدار هنا بالرخام اصلي، هذا مش معود اصلي، هي شيء اصلا ما فيش حاجه معلقه. اسمع، دي معاوده وما تسماش ريابيليتاسيون، تسمى زاد صح. وهذاك هذاك بير ولا واش؟ باشاوبرك، باشاوبرك قديمه ولا انتم درتوها؟ قديمه ثاني. ولهنا المجالس؟ ايه مجالس ساكنين فيهم. تاع الماريا وقع فيهم، تاع الماريا ساكنين فيهم، تاع الماريا. شوف الدرب زينات، درب زين فيها طابقين، درب زيات. وهذو هنا الدروج سلال، وكاين بيت منا في الخرجه من فيها. هذيك الدار الاخرى واش اسمها؟ الدار الكبيره. هذه الصغيره، هذه الدار الصغيره. ان شاء الله يخلينا نشوف الدار. هذيك هذه خاطئه، تدخل حتى هذه تقدر تصور هذه مقفوله، كاين باب واحد اخر تدخل، هذا هو سقيفه برك تدخلها من الجيران. هذه الدار الكبيره رقم 5، وهذه الصغيره رقم 7. يا زين تفاصيل البيبان،
تعيش ياسين، بارك الله فيك. سي بون تعيش، بارك الله فيك. صح.